كرة بالجهة اليمنى، تلعب عرضية إلى منطقة الجزاء، التدخل على طول مباشرة من حارس المرمى، والكرة ملعوبة إلى الجهة اليمين. 81 دقيقة، المنعطف الأخير في المباراة والمنعطف الأهم، من يسجل ينتصر الآن؟ كرة ملعوبة طويلة، يا السلام، إلى جيرمي، جيرمي مررها، جول على طريقة الهدف الأول. جيرمي وضع عند محمد السيد للتو، أقول من يسجل ينتصر، الرد مباشرة والإجابة مباشرة من لاعبي أم صلال، يسجلون يتقدمون من أجل الفوز الآن. شوف الكرة مرة ثانية، شوف التمريرة، التحرك الذكي يؤدي إلى هجمة وفرصة ذهبية، هذا ما حدث، كل الأمر على التحرك، كل الأمر ناجم من التحرك الإيجابي، التحرك الإيجابي لجيرمي هو السبب الرئيسي لهذه الفرحة الآن على محيا لاعبي أم صلال وجماهيرهم الذين يحتفلون بالهدف الثاني ويتقدمون الآن ويقلبون الطاولة ويقلبون النتيجة على الجيش وعلى مدرب نبيل معلول. يخسرون المباراة الآن، المباراة في صالح أم صلال. قلت بأن التبديلات اللي حدثت لأم صلال